الصيف بكسر وين؟ هذيك الايام السنه مبدئيا صيفيه بغض النظر لوك داونز اللي مرقنا فيهم، بتكون صيفيه بلشي بطريقه كثير حلوه. عم نجرب قد ما فينا نراعي العالم هيدي اللي بعدها شوي بدها تطلع فش خلقه، بدها تطلع تظهر تروح على مطعم، لانه عن جد اذا بتطلع كثير عالم انحرمت من هذا الشيء. مبلش منيح الصيفيه، المشاكل اللي منعنيها ان المشاكل اللي بتصير كل يوم على الاسعار الجديده، هي المشكله الوحيده هي سياسة. بينما تبقى نحن كل شيء منيح وما بدنا نغلي كتير على العالم، اللي بده يجي يقدر يدفع ويقدر ينبسط. على الرغم من هالظروف الصعبة اللي عم نعيشها، يعني من أزمات كبنزين وكعجقات وكأزمة اقتصادية، عم نجرب نحافظ على نفس الكواليتي. حتى إذا كان كومبلي في عنا عم نلتزم بالسوشيال ديستانسينج اللي بين العالم، كمان هذا شيء ما فينا ننساه. الموسم صاخب، يعني مثل ما عارفين انه كل الناس رجعت تركت السفر لبرا وفضلت السياحه الداخليه اللي هو الدولار، اللي نحن هو سبقنا ونحن مثل ما بيقولوا لاحقينه. الدوله غياب تام عن مساعدات للمشاريع السياحيه. بالنسبه للصيفيه كنا متاملين فيها، نحن مبسوطين انه في اجواء للصيفيه، تربرون اوتيل وشاميشيل محضرين حالنا كثير منيح للصيف. وشهر تموز وشهر اب رح يكونوا شهرين كثير مهمين للمنطقه عندنا هون، في طلب كثير عليهم، والمغترب يلي برات لبنان قادر يعمل نشاطات اكثر ويستفيد من الوضع اللي نحن فيه اكثر من قبل. وان شاء الله نقلع موسم منيح، ما يصير في عندنا مشاكل معينه بالبلد منشان ما يبطلوا يجوا. كل سنه بيكون عندنا شيء جديد، معروف وضع البلد كتير تعبان، بس نحن عم نجرب يعني كل سنة يكون في عنا من أحسن لأحسن، تيكون في إشي جديدة بالمنطقة، ناس جديد، في فكرة جديدة عم نشتغل عليها أوريدي، خلص صارت جاهزة وراكبة، حنعلن عنا بوقتها. في حجوزات للصيفية بالأوتيل، متأملين إنه الصيفية تكون حلوة خصوصا بشهر أوغست. إحنا كمان متأملين كمان تكون السهر منيحة بالصيفية خصوصا بالويك اندات، لأنه نحن عندنا محل بالمزار فوق أودن، الأسعار كتير بعدها مقبولة، كان بالأوتيل أو كان بالسهر.